مبسوط اني موجود معاكم. انا شريف دسوقي، ممثل بقوم بدور في فيلم ليل الخارجي، اخراج الاستاذ احمد عبد الله وتاليف الاستاذ شريف الالفي، بطوله مجموعه النجوم كريم قاسم، منى هاله، احمد مالك، احمد مجدي. الفيلم ترشحت لي من قبل الاستاذ احمد عبد الله في اوائل 2017 اواخر 2016. هو متابعني من فتره نتيجه لمشاركاتي على مستوى الافلام الروائيه القصيره، وعلى مستوى بدايه تعرفي عليه كان بيقدم فيلمه ميكروفون في 2010، وانا كنت مشارك مع المخرج الاستاذ الفنان الجميل ابراهيم البطوط في فيلم حاوي، ومن هنا ما تقابلناش خالص من 2010، لكن هو كمحكم وبيدي ورك شوبس حوالين تقنيات السينما وكده، فكان متابع شغلي ورشحني في اول 2017 للدور مصطفى سائق شركة الانتاج وسائق التاكسي. ومن هنا بدأ شغلنا، قعدنا حوالي شهرين ونص تحضير للدور. وبما انه عارف عني اني ممثل مسرح وحكاء من ذو حوالي 20 سنة، فعارف ان منطقة الارتجال عندي قوية، وهيكون عندي مخزون كبير جدا حوالين شخصية سائق التاكسي. ومن هنا بدأت يعني البروفات والاجتماعات ثم مقابلة الكاستنج كله، وفي النهاية ظهر العمل يعني للسادة المشاهدين. أما عن الجائزة فطبعا أنا ما كنتش أتوقع أبدا أن هحصل على الجائزة دي، لكنها كانت نتيجة كفاح وتعب وشغل على موهبتي برعاية أساتذتي دكاترة أكاديمية الفنون المسرحية، والأساتذة دكاترة كلية آداب قسم مسرح جامعة اسكندرية، رغم إني مش دارس لكن هم أخذوا بالهم من بدري إني بشتغل وبطور من نفسي وكذا. فالجائزة دي بالنسبة لي هي تعويض من ربنا سبحانه وتعالى عن مشوار طويل في مجهود وفي ألم وفي كفاح على مدى 30 سنة، ويا رب الفيلم يعجبكم. بالنسبة للسادة المشاهدين، طبعا أنا عايز أقول لكم إن ليل الخارجي كفيلم هو حدوتة تمس كل أطياف الشعب المصري. إن شاء الله هتضحكوا وهتشوفوا قصة حقيقية وهتستمتعوا، وبإذن الله هتطلعوا بجرعة هايلة فيها شجن وفيها حياة، وكل واحد هيشوف نفسه على مستوى موضوع الفيلم. أتمنى أن أنتم تتبسطوا وتسعدوا.